بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي يهوى للعماني والكركي والمعاني وبنربت يا عز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقة عزيمة وقوة حديد. مفرقة وطفيلي والعداوي مية مية جرشي مدباوي أهل الكرم والحمية. نشميوي بالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من برنامج إنجازات وطنية، وضيفنا لهذه الحلقة سعادة إبراهيم محمد مصطفى، من مدير وصاحب روضة شمس الأمانة العلمية في منطقة المقابلين منطقة الحويان. سيد إبراهيم محمد مصطفى، مساء الخير. مساء الخير. بالبداية أنت أشهر من تعرف في روضة شمس الأمانة العلمية، حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر، من هو السيد إبراهيم محمد مصطفى؟ تفضل سيد. نعم، إبراهيم محمد عبد الحميد مصطفى صاحب روضة شمس الأمانة العلمية. نعم. التي تأسست عام 2010. نعم. وهذا كان تخريج للفوج الأول، ونحن الآن في صدد تخريج الفوج السادس. نعم. لعام 2015 على 2016. جميل. سيد إبراهيم محمد مصطفى، نتحدث الآن عن تأسيس، يمكن ذكرته، نتحدث عن المناهج، نتحدث أيضا عن البراعم الموجودين في هذه الروضة، تفضل. نعم. بالنسبة للمناهج، نحن نلتزم بمناهج التربية والتعليم، وفي نفس الوقت عندما نريد التغيير من منهاج إلى آخر. نعم. نقوم باستقطاب الآراء ما بين الأهالي وبين الهيئة التدريسية والقائمين على المناهج. نعم. وبالأساس دائما المرجعية التربية والتعليم. نعم. وهذا هو نهجنا واستمرارنا للعملية التعليمية التربوية. جميل. سيد إبراهيم، نتحدث الآن عن البراعم الموجودة في هذه الروضة، نتحدث أيضا عن إقبال الأباء والأمهات لروضة شمس الأمانة العلمية. نعم. نحن في هذه الروضة والتي تدرس من مرحلة البراعم إلى الصف البستان إلى الصف التمهيدي. نعم. بالنسبة إنك هيئة تدريسية وقائمين على هذه الروضة، نقوم بتحديد مواعيد منتظمة بالتنسيق مع الأهالي وإدارة الروضة. نعم. حتى نسمع ونرى ما هي آرائهم وما هي نظراتهم المستقبلية، حتى نقوم نحن في الأعوام التالية بإدارة هذه التنسيقات. نعم. ونضعها حيز التنفيذ للأهالي أولا بأول. نعم. سيد إبراهيم محمد مصطفى، تطور القطاع العلمي في الأردن تطور بشكل ملحوظ، كيف ترى؟ نعم، أنا أؤيدك في هذا. نحن في دولة ذات مؤسسات محترمة. نعم. وخصوصا أنه الله يخلينا جلالة سيدنا أمين. الملك عبد الله الثاني. نعم. وجلالة الملكة رانيا عبد الله الذين يرعون التطور المنهجي للمدارس الخاصة والحكومية. نعم. أولا بأول، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أردننا الحبيب. نعم. في هذا البلد الحبيب. نعم. جميل، يا رب يديم البلد آمن مستقر إن شاء الله. نعم. وألد منا جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين في ظل هذه القيادة الحكيمة، وأيضا يدي منا أيضا الجهات الأمنية أيضا اللي صارهم على راحة المواطن. بضم صوت إلى صوتك سعادة السيد إبراهيم محمد مصطفى، نتحدث الآن عن التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة، هل يوجد تعاون؟ نعم، يوجد تعاون في هذا المجال وبصدر رحب واسع جدا جدا. نعم. والحمد لله رب العالمين، أنه هذه أكبر نعمة أنه ما بين التنسيق ما بيننا وبين التربية والتعليم. جميل. سيد إبراهيم محمد مصطفى، هل تواجهون مشكلات أو معوقات أو عقبات تواجه روضة شمس الأمانة العلمية؟ لحتى الآن لتخريجنا للفوج السادس الحمد لله رب العالمين، تقوم وزارة التربية والتعليم بزيارتنا عدة مرات. نعم. والحمد لله لم توجد ولا أي سلبية أو أي ملاحظات على هذه الروضة،
وبالعكس نحن نتمنى دائما على وزارة التربية والتعليم الاكثار من الزيارات الميدانية. نعم. لأنه هم رديف لنا. جميل. سيد إبراهيم محمد مصطفى، نتحدث عن التميز، تميز روضة شمس الأمان العلمية والاهتمامات بالفئات العمرية، شو حابين نتحدث عن هذا الجانب؟ الذي يميز الروضات ليست أنه هي الأقساط المدرسية المرتفعة على كاهل الأهالي، وإنما هي نوعية التعليم ووضع المعلم والمعلمة ذات الاختصاص في المنهاج. ونحن في هذه الروضة نعتمد على اختيار نخبة من المدرسات ذوات الاختصاص والخبرة العالية. نعم، ذات كفاءات عالية. ونهتم بالأمور الدينية كثيرا. نعم. سيد إبراهيم، تحدث عن نشاطات هذه الروضة. النشاطات التي تقوم بها هذه الروضة كثيرة جدا والحمد لله أبرز رب العالمين. أبرز الحمد لله. أدخلنا في هذه الروضة نشاط اللي هو المسبح. للفئات العمرية البسيطة. حتى أنه يتدربوا عليها للمستقبل. لدينا بنقوم برحلات مدرسية للطلاب سواء كانت ترفيهية أم تعليمية، نقوم بها بكثرة. نعم. سيد إبراهيم محمد مصطفى، حابين نوجه رسالة، أول شيء شكر لوزارة التربية والتعليم وتعاونهم مع المدارس الخاصة، وأيضا رسالة للأباء والأمهات لزيارة روضة شمس الأمانة العلمية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر فريق قناة جثات المحترمين الذين أكرمونا وتكرموا علينا بزيارتنا لهذا الموقع، لأن هذا الموقع لنا ولهم. ونشكر إدارة التربية والتعليم التي تسمح لنا بإدخال نوعية من هذه الوسائل التكنولوجية وقنوات البث لإحياء هذه الروضات والمدارس. وأيضا نشكر الأهالي أولياء أمور طلابنا المحترمين الذين يساندون أول بأول في هذه الروضة الجميلة. جميل. سيد إبراهيم، أكيد كل إنسان له طموح، ما هي طموحات والرؤية المستقبلية لروضة شمس الأمانة العلمية؟ نعم، طموحاتنا الآن إن شاء الله تعالى في الوقت القريب العاجل سنقوم بتأسيس مدرسة على مستوى كبير بمشيئة الله تعالى، حدوا بالمدارس الأخرى، ولكن راح تكون على الطراز الحديث والمميز إن شاء الله والمطابق لتعليمات وزارة التربية والتعليم. إن شاء الله دائما للتقدم سيد إبراهيم، والأمام والإزدهار لهذه الروضة، روضة شمس الأمان العلمية. قبل نهاية هذه الحلقة سيد إبراهيم محمد مصطفى، أنا شايفين الظروف حوالينا، بنقول أردن حديقة داخل حريقة، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان. الله يديم المحبة على جميع الدول العربية، والأمن والأمان أيضا ما دام وجد أيضا الاستقرار وجد الاستثمار. سيد إبراهيم، لو قدر لك أنت قابلت مع جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في ظل هذه الأيام، في ظل هذه القيادة الحكيمة، في ظل هذه القيادة الرشيدة، ماذا ستقول له السيد إبراهيم محمد مصطفى؟ تفضل سيد، عبر شاشة قناة جثات، عبر كاميرا إنجازات وطنية. نحن نشكر جلالة سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني أدام الله عرشه، وجلالة الملكة رانيا المكرمة، ونشكر القائمين على هذه المؤسسات المحترمة في دولتنا الحبيبة. ونشكر وزارة التربية والتعليم وكل من يساهم في هذا بناء هذه البلد. وبالأخير نشكر أمننا وجيشنا العزيز الذين يقومون ليلا ونهارا على أمن هذا البلد، وربنا يديم هذه نعمة الأمن والأمان علينا يا رب. آمين رب العالمين. وإحنا بنشكرك لهذه الحلقة سيد إبراهيم محمد مصطفى من روضة شمس الأمانة العلمية في منطقة الحويان، المقابلين التواصل في منطقة الحويان المقابلين
روضة شمس الأمانة العلمية عبر شاشة قناة جوزات الفضائية عبر كاميرا إنجازات وطني. نشكرك لهذا اللقاء سيد إبراهيم محمد مصطفى، وأنت أفنيت الكثير في هذه الروضة، ونحن نقول لك الله يعطيك العافية. بارك الله فيك وعمت مسائل. الله يعطيك العافية. هم بس